يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس بارد صباحا مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.